السؤال الأهم، ما تعتقد أنه قوائم تشرين أو أبناء تشرين ضيعوا الفرصة بمقاطعتهم خلال عملية الاقتراع؟ تفضل. أولا شكرا جزيلا لحضرتك على هذا الاستضافة اللي توضح كثير من أمور المهمة. من أهم النقاط أن ليس هناك داعي إلى المباركة، لأن نحن لدينا دماء مستمرة في البحث بالتأكيد عنها، وإن شاء الله سنصل إلى نتائجها قريبا، أو كدنا أن نصل إن شاء الله. أما بالنسبة إلى حظوظ امتداد، بالعكس حظوظ امتداد المتوقع أكبر من ذلك، وإن شاء الله لحد الآن لم تكتمل عملية العدوى الفرز. هناك الكثير من الصناديق لم تحسم، هناك الكثير من الفائزين في امتداد إن شاء الله في الطريق. الأرقام جيدة قياسا بحركة ناشئة أنشئت في شهر الواحد ونافست في شهر السادس ودخلت انتخابات عملية سياسية وأنجزت. نعم أستاذ محمد. أستاذ محمد إن شاء الله البقية راضية. طيب أمرها عشرات لم تنجز مقعد واحد. طيب جميل، لكن أنا سؤالي أنه كانت هناك أكو فرصة للبعض يقول إلى أنه كان بإمكان تشرين، أبناء تشرين، أن يقلبوا المعادلة كليا على أغلب السياسيين ويكتسحون ربما في المحافظات التي تواجدوا فيها ونزلوا فيها. ألا تعتقد إلى أنه اليوم الفرصة ضاعت أمام المقاطعين؟ نهائيا لم تضع الفرصة، بل ليس هناك، بدءا من أول نقطة في سؤالك، أنه أبناء تشرين وتشرين وتشرين، تشرين ليست إطار محدد، تشرين هي الشعب العراقي بالكامل من أقصى إلى أقصى. نعم. تشرين أكبر من أن يحيطها مسمى أو يحيطها عدد مقاعد أو تحيطها كتلة، أكبر بكثير من هذه المسميات بالكامل. بالعكس، تشرين أوجدت البدلاء الحقيقيين الذين سيكونون الرحم الحقيقي الذي تولد منه السلطة الحسنة، وليس السلطات السابقة التي أثرت على البلد بالكامل. نعم. البدلاء متعددين. في الخطوة الأولى ممكن أن تكون الخطوة الأولى صعبة، مرهقة، مجهدة، مكلفة، لكن أثبتت أحد الحركات المنبثقة من تشرين التي هي امتداد، وهي تمثل، وذكرنا ذلك في أكثر من مرة وفي أكثر من لقاء وفي أكثر من محفل، أن امتداد هي أحد روافد تشرين. نعم. ولا تمثل الجميع. جميل. تشرين عظيمة، أكبر حجمها أكبر من ذلك. جميل. الخطة التي أعدها، نرجع إلى سؤالك جنابكم الكريم، الخطة التي أعدها كما تسمونها حضراتكم التشرينيون كبيرة جدا بحجم العراق لإعادة العراق إن شاء الله. ليس هناك أي أخطاء، الفرص جيدة، العمل جيد، قائم على قدم وساق. خطة ما تسمونهم بالتشرينين الذين هم أبناء العراق هي لأعوام طويلة، لأعوام. طيب. كثيرة. أنا أريد أرجع على هاي النقطة أستاذ محمد لو سمحت، يعني فيما بعد.